السلام عليكم. إليكم الطريقة الصحيحة لتحويل العملة من لونا كلاسيك إلى اليو اس تي سي. طبعا الترند الآن على عملة اليو اس تي سي، الزيادة في آخر 24 ساعة بنسبة 90%، فزي ما شايفينها في التوب جينرز هنا موجودة الأولى. فكيف الطريقة اللي بنقدر نحول بها من لون سي او لون كلاسيك الى يو اس تي سي؟ فنحن حابين نشتري اليو اس تي سي عبر اللي هو تطبيق كوكوين. بترك لكم رابط هذا التطبيق اسفل الفيديو، ممكن تحملوه وتشتروا اي عملة موجودة او انكم تحولوا من لون كلاسيك الى اليو اس تي سي. فهذه يا شباب ليست نصيحة مالية، لكن المعلومات فقط للفائدة. وما تنسى في الآخر إنك تشترك في القناة، تعمل لايك للفيديو وشارك مع أصحابك إذا استفدت منه. فالخطوات جدا سهلة وبسيطة، بس بتكون شوية صعبة لأي واحد بتعامل معها لأول مرة. لذلك انتبه جدا في المعلومات اللي بقدمها لك، تابع الفيديو خطوة بخطوة وحاول نفذ خطوة بخطوة عشان لا تغلط في أي شيء. فبوريكم الآن الطريقة. طبعاً إحنا الآن في الصفحة الرئيسية، بنمشي أول شيء على الأسيتس أو هنا على أصولك أو أسهمك. بعدين فوق على الصفحة بتحصل ترانسفر اللي هي التحويل، شايفين السهمين المخلوفات على اليمين أقصى اليمين بأعلى الصفحة. أضغط على ترانسفر اللي هو تحويل، وبنختار العملة، أي عملة إحنا محتاجين نحولها حاليا. فنحن هنختار من لون سي اللي هي لونا كلاسيك. بعدين هنا بقول لك مبلغ التحويل، هل بتحولها كاملة ولا هتحول جزء؟ فأنا راح أحول جزء منها، ما راح أحولها كاملة. فبقول له حول لي في حدود، خلينا نشوف على حسب المبلغ. طيب أنا بحول في حدود 64 دولار، لأنه بتعادل 600,000 لونا كلاسيك. فراح أحولها من المين أكاونت إلى التريدينج أكاونت. طبعا قبل ما أعمل التحويل يا شباب، لو رجعنا هنا عندك الحسابات على الصفحة على يسارك، هذا المين أكاونت، حسابك الرئيسي اللي موجود في عملاتك اللي أنت اشتريتها بأسفل الصفحة. التريدينج أكاونت الآن ما عليه أي حركات، تمام، لأنه نحن كل شغلنا حيكون بين التريدينج والمين أكاونت. فقلنا أول شيء نضغط على ترانسفر، بعدين نختار إنه اللون كلاسيك، بعدين تتأكد الحساب من المين أكاونت إلى التريدينج أكاونت، هذا المين أكاونت، وبعدين هذا التريدينج أكاونت. فأنا حأكتب له 600,000 من عملة. بعد ما كتبنا 600,000 عملة لونا كلاسيك، بضغط على كونفيرم، اتأكد تحت من السعر قبل عملية التحويل. ف 600,000 بتعادل لك 64 USD. بضغط على كونفيرم كده، على طول كل العملات حقتي من لونا كلاسيك اتحولت للتريدينج. لو مشينا هنا على التريدينج بنحصلها موجودة لون سي كما موجودة هنا. الخطوة اللي بعدها بضغط على ماركتس وببحث على اللي هي عملة لونا كلاسيك. لونا كلاسيك لأن احنا عملنا لها تحويل من شوية، فنضغط عليها وبنختار USDT اللي هي لون سي سلاش USDT. بعدين بضغط على السيل بالأسفل عشان نبيعها، بعدين بضغط هنا تختار الماركت، إذا هو ليميت حولها إلى ماركت، بضغط على كونفيرم، ثم تضغط على حول لي نسبة 100%، يعني كامل العملات هذه. بضغط على سيل UNC. كذا الآن قال لي تم عملية البيع بنجاح. عشان نتأكد بنروح على أسيتس هنا أقصى اليمين، هتحصلها اتحولت من LUNC لونا كلاسيك إلى USDT، يعني تحولت إلى دولار.
فالآن إحنا 63 دولار هذه راح نشتري بيها اللي هي زي ما شفنا في الأول الـ USTC، فهذه هي. فأنا الآن بضغط على باي، ثم بختار هنا الماركت زي ما هو، بعدين بيقول لي هتشتري بكم، نسبة 100% أم أقل. إذا قلت 100% راح يشتري لك بكامل المبلغ اللي أنت كتبته، فأنا راح أكتب 25% في الوقت الحالي، ما راح أشتري بكامل المبلغ. بعدين بضغط على باي، فكده الآن قال لي إنك اشتريتها. تتأكد كيف إنك اشتريتها، بتروح على أسيتس أسفل الصفحة على يمينك، بعدين بتحصلها موجودة في التريدينج، فمحتاجين نحولها للمين. حنضغط عليها، أو عفوا هي هنا بالأسفل USTC، بضغط عليها، بعدين بضغط على ترانسفر بالأسفل، بعدين بقول له حول لي من التريدينج أكاونت إلى المين أكاونت، بضغط على الكمية كاملة All، بعدين بضغط على كونفيرم، فكده حول لي العملات من التريدينج إلى المين أكاونت. بروح على المين هنا على يسارك فوق، فكده الآن العملة تحولت لـ USTC، فالآن عندي منها بما يعادل 529 عملة من الـ USTC اللي هنا اللي موجود عليها ترند، هذه زي ما شايفينها عندي منها 529 عملة رقمية. ما تنسى تعمل لايك للفيديو وشاركه مع أصحابك واشترك في القناة لمزيد من الفيديوهات. بالتوفيق لك، في أمان الله.